الحمد لله. الفقر في الأحساب والطعن في الأنساب حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس اليوم يصنع هذا الصنيع، يرى نفسه أعلى من غيره، يقول أنا أصيل وغيري وضيع، أنا فلان ابن فلان وغيري فلان ابن فلان، يستقل الآخرين، يعني يجعلهم دونه في المقام، أو يقول أنا كويتي وغيري سوري، أنا ابن فلان وغيري ابن فلان. هذا يا إخوة حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل ليس باختيارك، الله عز وجل جعل كويتي وجعل الآخر غير كويتي، هذا ليس باختيارك، هذا من الله. الإنسان لا يفتخر بشيء أصلا ليس باختياره. كذلك الأمر بالنسبة للقبيلة، أنت ليس باختيارك صرت عجمي وغيرك صار مطيري وغيرك صار عازمي وغير، مو باختيارك حتى تفتخر. خلكم معي. فالإنسان إذا أراد أن يفتخر يفتخر بشيء باختياره، كالكرم كالصدقة كالعطاء، إنسان يفتخر في هذا، لذلك الإنسان يمدح على ذلك ويذم على نقيضه. فلا يمدح الإنسان نفسه أو يذم غيره بطول أو قصر أو أني وجهي على الصورة الفلانية ووجه فلان على الصورة الفلانية، هذه الأمور ليس باختيارك. الله عز وجل جعلك كويتي وجعل فلان سوري، الله عز وجل جعلك بدوي وجعل فلان حضري، الله عز وجل جعلك من القبيلة الفلانية وجعل فلان من القبيلة الفلانية، الأمر ليس باختيارك حتى تمدح. لذلك يجب عليك أن تتواضع، تقول الحمد لله على كل حال والناس كلهم سواء، لعل هذا الذي تطعم به هو يقدم عليك يوم القيامة ويدخل الجنة مقدم عليك عند الله عز وجل ورفيعا عليك عند الله سبحانه وتعالى. خلكم معي. لذلك الله سبحانه وتعالى قدم بلال وجعله من أهل الجنة، وأخر أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من أهل النار. الميزان التقوى، الميزان الإيمان، لعل هذا الإنسان الذي تطعم فيه وفي قبيلته يقدم ويدخل الجنة وأن تتأخر وتدخل النار. هذا الميزان، لا تفتخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهن أبيه. يا ليتكم تعرفون هذا الحديث وتقرؤون شرح هذا الحديث حتى تعلموا المقام. المقام هو تقوى الله سبحانه وتعالى، هذا الميزان عند الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لمرضاته، والحمد لله رب العالمين. ملحوظ على ما سبق، لو أتانا آت وقال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفتخر بحسبه، لما قال في غزوة حنين أظنها حنين قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، نقول هذا من باب الإخبار وليس من باب الافتخار. النبي عليه الصلاة والسلام ما يفتخر في أصله عليه الصلاة والسلام، وإن كان أصل النبي صلى الله عليه وسلم رفيع عليه الصلاة والسلام، ولا يكون الأنبياء إلا من أصل رفيع، ولكن النبي كان يخبر عن نفسه حتى يجتمع الناس ويعرف الناس أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من باب الفخر. كيف يفتخر وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام ما يقول في الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب؟ وفق الله الجميع لمرضاته وبارك الله في الجميع.